وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات، أحييكم في هذا اليوم الجميل، أحييكم في هذا الصباح، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته من هنا ومن على أرضية هذا الميدان، ميدان الطائف في هذا الكرنفال والعرس التراثي، مهرجان سمو سيدي ولي العهد حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروب انطلاقات وتحديات. خامس أيام هذا المهرجان انطلاقات سن الحقايق، لتعلن انطلاقة سابع أشواط الإبكار الحقايق ومسافة 3 كيلومترات بانطلاقة الأسماء بحضور هذه الشعارات المتبعثرة على أرضية هذا الميدان. الكل هنا يبحث عن نقطة ثمينة، يبحث عن ذلك النوماس الغالي على قلوب الجميع. مقدمة الشوط والمركز الأول مع مهابة حمد بن علي بن حمد آل بريص المري، يقدم لنا مهابة على الصدارة والمركز الأول. النقلة الدور إلى شعار البنا من يحتل المركز الثاني، بدأ يقترب ويقدم لنا حضور في هذه اللحظات. وصلت ارتياد نايف بن هليل بن سليم البلوي من يقدم لنا ارتياد على المركز الثاني. المركز الثالث من الجانب الآخر القادمة في هذه اللحظات شعار بشير بن بزاع الشمري من يحتل المركز الثالث، ولكن التغيير وصلت الآن ضجة. مفلح بن حمود بن مطلق البلوي بدأ يتسلل، يتقدم من مركز إلى مركز ليحضر الذهبي على المركز الثاني. المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات انتباه عبد العزيز بن سيف الاكتبي من يقدم لنا انتباه. هكذا هي الأسماء المنطلقة، هكذا هي الشعارات المندفعة. اقتربنا من لائحة الكيلومتر الأخير في هذا الشوط، شوط شخصت الأبصار في أوله وتسارعت القلوب في أوسطه وستحبس الأنفاس في آخره. الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير، ياهي من كوكب قادمة، أسماء خطيرة، شعارات حاضرة القادمة هناك. وصلت العنود عبد الله بن صالح بن ربيع آل جابر المري كذلك خطير، فهد بن محمد السويكت الهاجري وشعار الذهبي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع وصل بن جبرين يقدم مهيلة على المركز الرابع. ولكن العنود وخطيرة، خطيرة والعنود، حوار ثنائي دائر من أجل هذا الفوز، من أجل هذا الانتصار. ولكن السويكت بدأ يجاوز بدون أي أوامر، بدأ يغير في هذه اللحظات مع خطيرة. فهد يا فهد يا بن محمد يا سويكت يا الهاجري بدأ يندفع باندفاعه، ما شاء الله وتبارك الرحمن على هذا الأداء الكبير، على هذا الأداء المميز. انطلقت خطيرة، تحركت العنود ولكن خطيرة والقادمة بشاير عبد العزيز بن جابر العصيمي، ولكن السويكت بانطلاق خطيرة يا فهد، انطلق كالفهد الى النوماس الى الانتصار. فهد بن محمد بن عبد الله السويكت الهاجري بطلا وعنوان لهذا الشوط، مشكور يا من قدمت لنا هذه المثيرة، خطيرة بالفعل. المركز الثاني حضرت العنود عبد الله بن صالح بن ربيع الجابر المري. المركز الثالث وصلت بشاير عبد العزيز بن جابر بن حمود العصيمي. المركز الرابع
حضر الضبا مسفر بن محمد بن مسفر الفطيح اليامي خامسا وصلت على المركز الخامس. هنالك ريوف راشد بن مشعب بن فهد العفيشة الشهواني. إذا تهانينا والنوماس وألف مبروك لمالك هذه البطلة في هذه اللحظات هذه الخطيرة والمثيرة بشعار السويكت فهد بن محمد بن عبد الله السويكت الهاجري بطلا لهذا الشوط. توقيت خطيرة 4:42 37 جزءا من الثانية هكذا كان توقيت خطيرة لحظة وصول خط النهاية مع هذا الفوز والانتصار. ثانيا وصلت العنود بشعار الجابر عبد الله بن صالح بن ربيع الجابر المري 4:43 24 جزءا من الثانية. المركز الثالث حضرت بشاير في هذه اللحظات على المركز الثالث عبد العزيز بن جابر بن حمود العصيمي 4:43 26 جزءا من الثانية. بينما المركز الرابع من حضرت على مستوى المركز الرابع في هذه اللحظات ضبا مسفر بن محمد بن مسفر الفطيح اليامي وخامسا ريوف راشد بن مشعل بن فهد العثيشة الشهواني. إذا تهانينا ونماس وألف مبروك لمالكي هذه البطلة خطيرة من صمدت حتى آخر الأمتار لتعلن هذا الفوز والانتصار الكبير بشعار فهد بن محمد بن عبد الله سويكت الهاجري. تهانينا على هذا الفوز والانتصار. شوطنا قادم بصوت الزميل خالد بن بدر الدعجاني.